ثاني أكبر مستشفيات قطاع غزة يخرج عن الخدمة بعد أسابيع من الحصار. الحكومة الإسرائيلية تعارض الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، وتركيا تواصل البحث عن طاقم سفينة غارقة في مرمرة. في أبرز تطورات اليوم 35 بعد 100 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن مستشفى ناصر المحاصر منذ فترة من قبل جنود الإسرائيليين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لم يعد قادرا على تقديم الخدمات. وفيما تزعم إسرائيل بحثها عن جثث لأسرى إسرائيليين في أروقة المستشفى، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة بأن الجيش الإسرائيلي حول هذا المجمع الطبي إلى ثكنة عسكرية واعتقل العشرات من الكوادر الطبية والمرضى، مؤكدا بأن قطاع التيار الكهربائي المستمر عن أقسام العناية المكثفة أدى إلى وفاة عدد من المرضى. في سياق متصل، اتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني القوات الإسرائيلية بقصف الطابقين الرابع والثالث وخزانات الوقود وغرفة الصيانة المركزية من مستشفى الأمل تابع لها في مدينة خان يونس. القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن مقتل 127 فلسطينيا وجرح أكثر من 200 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى نحو 29,000 قتيل وما يزيد على 68,900 منذ 7 أكتوبر الماضي بحسب وزارة الصحة. رداً على أعلان الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة بأنها تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في خطوة استباقية من شأنها التمهيد لتطبيق حل الدولتين، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قرار لعدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد بأن إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية المتعلقة بهذا الملف بعدما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد. على الصعيد الإقليمي، كشفت وكالة رويترز بأن زيارة إسماعيل قائاني قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد أدت إلى توقف الهجمات التي تشنها فصائل متحالفة مع إيران في العراق على القوات الأمريكية. المصادر وصفت هذا بأنه علامة على رغبة طهران في الحيلولة دون نشوب صراع واسع النطاق، موضحة بأن قائاني التقى بممثلي عدة فصائل مسلحة في مطار بغداد يوم 29 من يناير الماضي بعد أقل من 48 ساعة من اتهام واشنطن لهذه الفصائل بالوقوف وراء مقتل 3 جنود أمريكيين في موقع البرج والبرج العسكري طبعا في الأردن. في الخبر الأخير مشاهدينا، وضمن جهود البحث والإنقاذ لأفراد طاقم سفينة الشحن التركية المكون من 6 أفراد التي غرقت قبالة بحر مرمرة قبل 3 أيام، وصل غواصهم من القوات البحرية التركية إلى السفينة على عمق 51 مترا، وخلال العمل الذي نفذه 705 أفراد من الجو والبحر والبر تم العثور على جثة لأحد أفراد طاقم السفينة الغارقة وفق ما أعلنت وسائل إعلام تركية محلية.